السلام عليكم طلاب، المحاضرة واضحة قدامكم؟ الصوت والصورة واضح؟ هاي المحاضرة هسه قدامكم، تأشير المؤشر على المحاضرة واضح؟ عليكم السلام، المؤشر هاي على المحاضرة أنا جاي أشره واضح؟ على مود نبلش. يلا طلاب راح نبلش. طبعا انا المحاضره هسه راح اسجلها على انزلها على الموقع مال الجامعه. طلاب احنا هسه وصلنا المحاضره رقم 7 عنوانها البكتيريا. راح اسوي لكم مراجعه هسه على المحاضرات اللي اخذناها يعني السابقه. اول محاضره هي السلامه البيولوجيه او قواعد السلامه، هاي اول محاضرة. المحاضرة الثانية اخذنا البيولوجي، محاضرة ثانية وثالثة اخذنا البيولوجي وعرفنا شنو تعريف البيولوجي وش يتضمن وعرفنا الصفات العامة للاحياء يعني الكائنات الحية وعرفنا فروع علم البيولوجي. واضح طلاب؟ ويايتو ساعة عم تربطون المحاضرات. المحاضرة الرابعة أخذنا الكينغدومز الممالك وعرفنا أنه الممالك قسمناها إلى 5 أنواع. الممالك قسمناها إلى 5 ممالك بالاعتماد عليه من؟ قلنا بالاعتماد على نوع الخلية، وعرفنا نوع الخلية بروكاريوتيك وإيوكاريوتيك. واضح طلاب؟ وقلنا الممالك إن البروكاريوتيك هي تتضمن مملكة المونيريا، وتعرفون المونيريا يعني اقصد بها البكتيريا مملكة البدايات، ومملكة الايوكاريوتيك او النوع الثاني للخلايا اللي هو الايوكاريوتيك قلنا حقيقية النواة تتضمن 4 ممالك اللي هن المملكة البروتيستا والفونجاي والبلانتا والانيميليا. واضح طلاب؟ وقلنا لكم شنو الفروقات بالجدول انه من ناحية الجدار ومن ناحية السيل اورجانيزيشن، هاي الساعه كلها مراجعة. وقلت لكم من ناحية التغذية مالتها هيتيروتروفيك واوتوتروفيك، وبينت لكم الاوتوتروفيك والهيتيروتروفيك شنو. واضح طلاب؟ هاي المحاضرة الرابعة. المحاضرة الخامسة والسادسة هي عنوانها ذا سير، واخذنا الخلية وقلنا الخلية هي الوحدة البنائية والوظيفية والتركيبية لكل الكائنات الحية، وتعريف ثاني إلها قلنا هي الوحدة الأصغر للكائنات الحية، يعني هي أصغر وحدة بالكائنات الحية، وهي يعتبروها البولدنج بلوك يعني الوحدة البنائية المن للحياة لللايف. واضح؟ وقلنا إنه الخلية الخلية قلنا انه هي همين انواع الخلايا بروكاريوتيك وايوكاريوتيك، وعرفنا الفروقات بين البرو والايو، قلنا هاي سمبل بسيطة ذيك معقدة، هاي تحتوي على نواة هاي تحتوي على نواة. واضح جاي تربطون طلاب؟ وش قلنا؟ اخذنا امثلة، قلنا البروكاريوتيك اخذنا مثال عليها البكتيريا، واخذنا شلون التركيب مالتها، واتذكر شرحت لكم على الرسم مال البكتيريا وكل تركيب شنو وظيفته. وهالدور اخذت لكم على تركيب الايوكاريوتيك وقلنا مثاليا الها اللي هي خلايا الحيوانيه والنباتيه، وهم شرحنا عنهن وفرقنا بين الخليه الحيوانيه والنباتيه عن طريق 3 تراكيب اللي هو جدار مال الخليه موجود بالنبات ما موجود بالحيوان، واللايسوسوم الجسيمات الحاله موجوده بالحيوان ما موجوده بالنبات. واضح؟ والكلوروبلاست البلاستيدة الخضراء هي موجودة بالنبات ما موجودة بالحيوان. ذن التراكيب الثلاثة عرفنا نفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. واضح طلاب؟ هذا كمراجعة عامة. وعرفنا اشكال الخلايا، احنا مو عرفنا تعريف الخلية، وعرفنا انواع الخلية شنو اللي هي البرو والايو، وعرفنا اشكال الخلايا اللي هن قلنا مكعبيه وعموديه ونجميه، تتذكروهن 9 اشكال انا شرحت لكم اياها من على الرسم. واضح شباب؟ ها
هاي صار ربطتوا المحاضرات اللي اخذناها، وصار راح ناخذ هاي المحاضرة السابعة اللي هي البكتيريا. ليش اخذنا البكتيريا؟ احنا بهذنيش المحاضرات مو اخذنا الممالك، اخذنا خمس ممالك: مملكة بدائية، مملكة طلعيات، ونباتية، وفطرية، وحيوانية. مو مو عم تربطون المواضيع. فش اخذنا بالمحاضرة السابقة؟ اخذنا الخلية الحيوانية والنباتية، وعرفنا شلون نفرق بيناتهم، وهي اصلا مادة يعني كمعلومات لكم. اهم شيء هو يفيدنا البكتيريا وال يعني الاشياء الطبية تفيدنا، الحيوانية والنباتية ما تفيدنا. فاخذناها احنا، رغم هذا اخذناها وفرقنا بيناتها، مو صحيح؟ واخذنا هسه البكتيريا. يعني بعدنا ايش قد ونكمل الممالك؟ بعدنا اليس والمولد، العفان يعني اللي تابعة للفطريات، وبعدنا البروتوزوا اللي هي تابعة علما للطلعيات، ونكمل الممالك كلها. واضح طلاب؟ يعني شفت الربط بالمحاضرة شنو؟ يعني هذيك المحاضرة اخذنا الخلية الحيوانية والنباتية وشوية من البكتيريا، هسه راح ناخذ البكتيريا. راح شنو يعني بهاي محاضرتنا؟ راح نختم المملكة النباتية والمملكة الحيوانية والمملكة البدائية. اي بقى نشقد، بقى مملكتين اللي هي المملكة الفطرية ما اخذنا عنها شيء، وبقت عندنا مملكة الطليعيات اللي هم ما اخذنا عنها شيء. وانا راح اسويكم المحاضرة الجاية على الطليعيات، وناخذ مثال البرامسيوم. البرامسيوم الكون تاخذ ماخذيه بالسادس وتعرفوه، راح اخلي لكم اياه اسهل شيء. وورا الفطريات ونختم بعد. واضح طلاب؟ هذا الارتباط من المحاضرات والمراجعة لكم. نيجي هسه للمحاضرة السابعة على مود نستغل الوقت. المحاضرة السابعة هي قلنا هي بكتيريا. طلاب اذا الصوت ما واضح او هذا قلوا لي بالكتابة، يعني بالشات او بالمحادثة. طلاب المحاضرة اليوم البكتيريا. طبعا البكتيريا اهم محاضرة، ليش؟ لان تفيدكم بالمختبرات. واحد يدي يشتغل بالمختبر او يدي يعرف معلومات عن البكتيريا. البكتيريا لازم شو تعرفون؟ البكتيريا لازم شو تعرفون من عندها؟ لازم تعرفون من عندها اول شيء يكون نعرف صفاتها. يعني من بديهيات ان البكتيريا لازم اول شيء اعرف صفاتها، اعرف انواعها، اعرف المورفولوجي مالتها، الشكل، اعرف التشخيص مالتها. الكون انا راح اشتغل بالمختبر شلون اشخصها؟ اعرف الاصابات اللي تسببها هاي البكتيريا. باش عقبه واحد يسالني شنو الاصابات اللي تسببها هاي البكتيريا، او اي بكتيريا شنو الاصابات تسببها البكتيريا بشكل عام. كون اعرف بعد الانتشار مالتها او العدوى، يعني شلون تنتقل هاي البكتيريا، شلون امنع هاي البكتيريا، او شلون الوقايه منها. يعني شلون انا امنع هاي انتشار البكتيريا، شلون امنع. واخر شيء هو شلون اعالجها. هذا مواضيع محاضرتكم اليوم، فانتوا ركزوا وياي. هسه نجي اول شيء على الصفات مالتها، البروبرتيز اوف بكتيريا. صفات البكتيريا، اول صفه بروكاريوتيك، وهاي كل الناس تعرفها، انه هي بدايه النواه. ما دام قلت بدايه النواه يعني هي يونيسلولار ونون نيوكلس، يعني هي لا يعني وحيده الخليه وما تحتوي على نواه. واضح طلاب؟ بعد شنو صفاته؟ انه نو اورجانلز. يعني السادة طلاب لو قارين المحاضرات هذينيك السابقة، انه هاي المعلومات متكررة ماخذيها هسا بالمحاضرة ذا سيل. اذا تتذكرون انه قلنا الخلية، انواع الخلايا هي بروكاريوتك ويوكاريوتك، وفرقنا بينات نتذكر وقلت لكم. فهاي نفس المعلومات مال هذيك مال البروكاريوتك، معلومات ذيك البروكاريوتك، ما عدا ذيك البروكاريوتك قلت عليها سمبل بسيطة، هاي ما كاتبه هنا بسيطة. واضح؟ واضح طلاب؟ هسا موافقة شني؟ لا يلا نكمل، هاي موافقات ما ادري. عاشتيتكم عاشتيتكم طلاب، خلينا نكمل.
قرايب واساموها 70. طبعا هاي معلومات كل ما تتكرر عليكم كل ما تصيرون اضبط انتم، وانا ليش اكرر واعيد واسقل على مود تصيرون قويين. عندكم بس هاي ريبرودكشن التكاثر مالتها بواسطه الباينري فيوجن، يعني التكاثر مالتها بواسطه الانقسام الثنائي او الانشطار الثنائي. واضح طلاب؟ ملاحظه كاتبها لكم بالاصفار انه البكتيريا بيلونج تو تعود الى المونيريا كينغدوم، يعني هاي يعني تعرفوها لازم. يعني احنا من اخذنا جدول مال الممالك ان المونيريا مثالها البكتيريا. واضح طلاب؟ يعني الاسئله التوضيحيه، ايه الاسئله يعني ايه وافقت لهم وسام، الكل وافقت لهم، بس 14 طالب زينين. يلا خلينا نستمر. هسا قلنا شلون السؤال، انا هسا هذا اسالكم شنو صفات البكتيريا؟ صفات البكتيريا هذني. يجيكم سؤال مرادف شنو صفات المونيريا؟ شنو صفات البروكاريوتيك؟ طبعا طلاب شباب يعني اخذوا قاعدة انه البكتيريا والبروكاريوتيك والمونرة هذان ثلاثة كلمة واحدة. يعني اذا قلت لك انطيني صفات البروكاريوتيك، انطيني صفات البروكاريوتيك تقول لي هي وحيدة الخلية يونيسليولار، هي لا تحتوي على نواة، لا تحتوي على عضيات، الجدار مالتها يحتوي على البيبتايدو غلايكان، الرايبوسوم مالتها صغير مو، والتكاثر مالتها بواسطة الباينري فيوجن، المثال مالتها هو البكتيريا. شوفوا بس هاي غيرتوها انه بس المثال مالتها هو البكتيريا. قلت لك انطيني صفات المونيريا هم تقول لي هي بروكاريوتيك يونيسيلولار، لا تحتوي على نواة، لا تحتوي على عضيات، تكمل اخر شيء تقول لي مثال مالتها البكتيريا. يعني البكتيريا هي مثال للبروكاريوتيك ومثال للمونيريا. واضح؟ واضح شباب؟ يعني هي اكو منتظر اكو، بس الارشيا ادري بها اكو اكو وي البكتيريا، هذا كان اسمه الارشيا، بس انا ما اعطيكم اياه هذا بالرابع تاخذوه. انا جاي اعطيكم اساسيات هسه منتظر، بس انتبهوا علي لان اذا تردون معلومات اجيب لكم المحاضره كل شيء يعني مطوله، فانا جاي اعطيكم معلومات تفيدكم حتى المراحل اللي راح تجيكم القادمه. واضح؟ هسه خلينا نستمر. قلنا البكتيريا والبروكاريوتيك والمونريا هي كلها نفس الشيء. يجيكم سؤال، يعني يجوز يجيكم سؤال قارن بين البكتيريا مثلا والفونجاي فطريات، بس هذين الصفات تعكس. يعني اذا تقارن البكتيريا او قارن بين البكتيريا مثلا والخليه النباتيه، بس هذين الصفات تعكس. شلون تعكس؟ يعني البكتيريا تقول هي بروكاريوتك، الفطريات شنو؟ ايوكاريوتك. البكتيريا هي يونيسيلولار وحيدة الخلية، الفطريات تكون يونيسيلولار اند مالتي سيلولار، يعني وحيدة الخلية متعددة الخلايا. البكتيريا ما تحتوي على نواة، فطريات تحتوي على نواة. البكتيريا ما تحتوي على عضيات، فطريات تحتوي على عضيات. البكتيريا الجدار مالتها يحتوي على البيبتايدو غلايكان، الفطريات ايش يحتوي جدارها؟ من يقول لي؟ طلاب الفطريات شنو جدارها يحتوي؟ عاشتي لا كايتين، عاشتيتكم اي عاشتيتكم وسام ومحمد وعلاوي وحوراء عاشتيتكم. هو انا هذا اللي اريده من عندكم انه تربطون. بعد شنو المقارنة؟ الرايبوسومات هنا 70 بالبكتيريا يعني صغيرة، بالفطريات شنو؟ تكون لارج كبيرة لأن هي ايوكاريوتك.
الريبرودكشن تكاثر البكتيريا بواسطة انقسام ثنائي باينري فيجن، بينما الفطريات بواسطة شنو تتكاثر؟ بواسطة السبورات، والسبورات ساعة جنسية ساعة لا جنسية، يعني سكشوال سبور اند اسكشوال سبور، واضح؟ وتجوز ما اخذيها لان لازم تاخذوها، لاني التكاثر اللاجنسي بالفطريات هو الكونيديا، والتكاثر الجنسي لا، سبورات الاسكو سبور، بازيديو سبور، زايكو سبور، هاي جوز ما اخذيها انتو ما ادري. واضح طلاب؟ عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ استمر. الانواع البكتيرية، انواع البكتيرية بكتيريال تايبس انواعها، اخذوا لي بس لانهن ثلاثة، انا ما خليت عليها انشرح، لان راح تاخذون بالثانية وراح تاخذون بالثالث وراح تاخذون بالرابع، انا مجرد الساعة انطيكم علم بيهن انه اكو هيك انواع بكتيريا. النوع الاول هو الجرام بوزيتيف بكتيريا، يعني بكتيريا موجبة صبغة جرام. النوع الثاني هو الجرام نيجاتيف بكتيريا، بكتيريا يسموها سالبة صبغة جرام. طبعا جماعة ما حد يعرفون هسا شنو اقصد بالجرام، مال انا ما راح اقول لكم بيها لان راح تاخذوها بالثاني. والاسيد فاست بكتيريا، هاي البكتيريا تكون مقاومه للحوامض. هذا ان ثلاث انواع من البكتيريا ما بيها شيء. عندكم سؤال بيها؟ يعني هسا صفات البكتيريا وانواع البكتيريا، صفاتها قلنا هي وحيدة الخلية، لا تحتوي على نواة، بداية النواة يعني لا تحتوي على نواة، لا تحتوي على عضيات، وجدار مالتها يحتوي على البيبتايدوغلايكان، الرايبوسوم مالتها صغير، والتكاثر مالتها انشطار ثنائي، وتعود الى مملكة المونيري. انواعها هي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاسيد فاست. واضح طلاب؟ هاي ساجي اشرح اعيد بيهن وصفي على مو تفتهموهن. عندكم شيء؟ استمر طلاب. تواجهون صعوبة بيها؟ يلا اذا ما عندكم شيء بيها خلينا نستمر. المورفولوجي اوف بكتيريا يعني شنو معناها؟ يعني اشكال البكتيريا. تعرفون انتو المورفولوجي احنا اخذناه بالمحاضرة الثانية، احد فروع علم البيولوجي، قلنا هو علم الشكل، يدرس الشكل، مو صحيح؟ المورفولوجي اوف البكتيريا، اشكال البكتيريا شلون تكون؟ يا اما ان تكون شكلها كوكس فورم، يعني شكل الكوكس، كوكس فورم طلاب، يا اما ان يكون شكلها كوكس فورم، يعني شنو كوكس فورم؟ يعني معناها سفيريكال، سفيريكال شيب، يعني معناها بكتيريا كروية الشكل، حوراء مو شكل العصعص. كوكس فورم يعني معناها سفيريكال شيب بكتيريا، يعني بكتيريا كروية الشكل. ثاني شكل من اشكال البكتيريا يسموه الباسيلس. الباسيلس معناها شنو؟ انه رود شيب بكتيريا، يعني بكتيريا عصوية الشكل. رود معناها عصوي، بكتيريا عصوية الشكل، هاي اللي تقصدين عليها حوراء العصعص، هاي عصوية الشكل. الشكل الثالث للبكتيريا هو يسموه السبايرلا فورم، يعني معناها سبايرال شيب بكتيريا، بكتيريا حلزونية الشكل. اخر شكل من اشكال البكتيريا يسموه الفيبريو فورم. فيبريو فورم طبعا هذا الشكل هم مهم وهم خطر، يعني معناها كوما شيب بكتيريا، بكتيريا كوما يعني تشبه الضمة، فيبريو يعني تشبه الضمة، هاي باعولها تشبه الضمة. طبعا هاي من امثلتها البكتيريا، بكتيريا شائعة سوت بينا وباء، اذا واحد يعرفها بكتيريا شائعة، حد يعرف هاي البكتيريا اللي سوت لنا وباء؟ ما حد يعرفها، خلنا نحكي هاي البكتيريا كلش مهمة اللي شكلها فيبريو فورم، اللي شكلها مثل الضمة، اللي شكلها مثل الضمة. هاي البكتيريا سوت لنا وباء طبعا، وموجود الوباء بشط الكوفة، خاف ترحون
كان موجود بشط الكوفة، خاف تروحون بالسفرة. المهم نكمل ساعه في سالفة السفرة. الفيبريو كوليرا، من سامع بالفيبريو كوليرا؟ الكوليرا مرض الكوليرا. مرض الكوليرا هي هاي شكلها يصير فيبريو، فيبريو يعني شكلها كومة، شكلها ضمة. فيبريو كوليرا هاي اسم البكتيريا هي، واسمها فيبريو كوليرا. المرض مالتها يسموه كوليرا. هاي موجود بالمياه الملوثة، يسبب وباء أتذكر. واضح طلاب؟ هسه نجي للأشكال مالتها. احنا مو حشيناها وشرحناهن، يعني يجيكم سؤال الكوكس فور فراغ، يعني شنو معنى الكوكس فور؟ يقولون سفيريكال كروي. الباسيلس فراغ شنو معناه؟ يعني رود شيب بكتيريا، بكتيريا عصوية الشكل. السبايريلا فورم يدعى فراغ، يعني بكتيريا حلزونية الشكل. واضح طلاب؟ عرفتوا؟ يعني هلن تعرفون المعنى مالتي. مثلا يقول فراغ، فراغ هو سفيريكال شيب بكتيريا. من هو؟ يقولون كوكس فورم. او اقول فراغ هو الروت شيب بكتيريا، يعني بكتيريا عصوية الشكل. واضح طلاب؟ وشرحت لكم عند الرسم هذا السال الكوكس هاي كروية. ما يخالف منتظر سال، انا قايل لكم عليهم تفهمون. الباسيلس هاي شو الباسيلس حلي يصير عصوية، والسبايرال بوع السبايرال شايفين السبايرال يعني زجزاج او حلزوني، سبايرال حلزوني. وهاي شكل الضمة اللي من مثالها هو الفايبريو كليرا. فايبريو كليرا هي اللي سببت لنا سوالف الوباء. استمر طلاب، طلاب الموضوع اللي بعده هو identification of bacteria. identification of bacteria يعني معناها تشخيص البكتيريا. البكتيريا تتشخص بخمس طرق، يعني هاي لازم تعرفوها كأساسيات لكم، انه البكتيريا تشخص بخمس طرق. يعني اذا خاف واحد يسألكم هاي انتو صح تاخذوها بالثاني وتاخذوها بالتفصيل، بس انا اعطيتكم اياها هسه عشان تعرفون انه البكتيريا يعني شلون اشخصها بالمختبر، عن طريق خمس طرق. الطريقه الاولى هي يسموها الستينينج. الطريقه الاولى معناها ستينينج، يعني طريقه التصبيغ، بلعم البكتيريا فيروس. هذا محمد يسموه بكتيريوفيج، البلعم الكبير فيروس. هذا يعني يدخل بجسم البكتيريا ويحطمها، يعني يتكاثر بها ويحطم. يعني الفيروس اصغر من البكتيريا بعشرين مرة. شوف البكتيريا شقد صغيرة بس الفيروس اصغر من عندها بعشرين مرة. المهم خلينا نكمل تشخيص البكتيريا. قلنا اول طريقة تشخيص البكتيريا هو الستينينج اند المايكروسكوبي. يعني لازم شلون اشخص؟ اول شيء عن طريق الستينينج اصبغها وافحصها تحت المجهر مايكروسكوب. يعني واضح اول طريقة؟ يعني اول شيء اصبغ وهالدور افحص تحت المجهر. ثاني طريقة هو الكالتيفيشن، يعني الزراعة، او بين قوسين كالتشر ميديا، اوصال زرعية. منتظر هسه احنا مادتنا فيروسات لو بكتيريا، جاي اشرح لكم البكتيريا. اعرف الفيروس اقوى من الدي ان اي. الفيروس البلعم الكبير هو دي ان اي، نوعه دي ان اي مو ار ان اي. هسه احنا جبتوا لنا فيروسات هو. خلينا نكمل طلاب يلا. اتركوا هاي المواضيع الجانبية عفوها، خلينا نكمل محاضرتنا ونتناقش عود اذا عندكم سؤال. قلنا الطريقة الأولى هو الستينينج اند المايكروسكوبي، يعني أول طريقة للتشخيص البكتيريا هو التصبيغ والمجهر. لازم أنا من أصبغ أشوفه تحت المجهر.
طبعا الجرام بوزيتيف اشوفها تحت المجهر من اصبغها اشوفها زرق لونها ازرق، هاي بعدين تاخذوها بالثاني بس هاي راح اعطيكم اياها. والجرام نيجاتيف اشوفها تحت المجهر بعد التصبيغ اشوفها احمر لونها. واضح طلاب هاي هيجي يعني ما انا ما ذاكرهن لا بالمحاضره ولا هاي، تاخذوها بالثاني. قلنا الكالتيفيشن يعني الكالتشر ميديا الاوساط الزرعيه انه كل بكتيريا لها وسط زرعي خاص بها على مود اشخصها، يعني احد طرق تشخيصه والاوساط الزرعيه. طبعا الاوساط الزرعيه اللي نشخص بها هي يسموها سيلكتيف ميديا الاوساط الاختياريه والديفرنشيال ميديا يعني الاوساط التفريقيه والاوساط الاختياريه، هاي نشخص بها البكتيريا والانواع البكتيريا. هاي انا هماتي ما اريد ادوخكم بها لان تاخذوها بالتفصيل بالثاني والثالث والرابع، المهم تتعرفون. الاوساط الزرعيه هاي اوساط يعني موجوده بال يعني خاصه بالبكتيريا موجوده بالمختبرات، تحضر وسط وتزرع عليه البكتيريا. اوساط زرعيه يسموها شلون بيئه يعني بيئه تنمو عليها الاحياء المجهريه، بيئه يعني نوفر بها غذاء مناسب للبكتيريا. ايه عايشيش فاطمه انه هاي اوساط زرعيه نوفر بها غذاء مناسب وبيئه مناسبه بيئه مناسب يعني هذني ظروف النمو والمعيشه على مود تنمو البكتيريا. قلت لكم بالثاني تاخذوها بالتفصيل، انا قلتكم بس تاخذوها كتعداد. اي هي مواد غذائيه هماتيه مو بس ظروف، هي وسط زرعي بيئه غذائيه تحتوي على ظروف مناسبه وهاي يعني ظروف يعني ملائمه لنمو الميكروب. واضح. هسه بالنسبه للطريقه الثالثه هي البايوكيميكال تيست. البايوكيميكال تيست الاختبارات البايوكيميكال اختبارات الكيميائيه او البايوكيميكال كيمياء الحياتيه، هاي هم تفيدنا بالتشخيص. شلون يعني هسه مثلا اختبار الحركه، انا اذا اعرف هاي بكتيريا تتحرك لو ما تتحرك فبالبايوكيميكال تيست. يعني مثلا هسه اكيد سامعين بكتيريا السالمونيلا او البكتيريا اللي تسبب تيفويد، ماكو واحد ما صاير بي تيفو. هاي البكتيريا هي سببها سالمونيلا تايفي، يعني هاي البكتيريا اللي تسبب مرض التيفويد تسببها سالمونيلا تايفي اللي هي بكتيريا السالمونيلا تايفي. واكو بكتيريا مشابهة لها اسمها الشيجيلا، الشيجيلا هاي تسبب الزحار الاميبي، هذان الاثنيناتي يتواجدن بالستول، يعني اذا اكشف عنهن القاهن بالخروج. واثنيناتي يعني تقريبا نفس الصفات، فشو اسوي؟ اسويهن بايوكيميكال تيست اختبارات يسموهن بايوكيميكال تيست اختبارات كيمياء حياتية. أو اولهن اختبار الحركة، مثلا سالمونيلا هي تتحرك بينما الشيجيلا ما تتحرك، بكتيريا الشيجيلا ما تتحرك. هذا اول شيء اشخص بي. مثلا كالتيفيشن الزرع ازرعهن بوسط اسمه اس اس اغار، يعني اس اس اغار اختصار من سالمونيلا شيجيلا اغار هيك، هم انا اقدر اشخصهن. يعني هذا الشيء ما ادوخكم به، توصلون للمرحله الثانيه وتاخذوه بالتفصيل. عندكم هذا اهم شيء تعرفوه الموليكولر تكنيك. طبعا هاي الموليكولر تكنيك هسه مسوي ضجة كلش كبيرة هسه بوقتنا الحالي، لان شنو هسه فيروس كورونا، فيروس كورونا هسه هو على تشخيص الموليكولر تكنيك. شلون؟ عن طريق البي سي ار. البي سي ار طلاب، البي سي ار المختصر مالته انه هو بي سي ار، البي هو بوليمريز معناها بلمره او تضاعف، السي هاي لا تكتبوه يمكم يعني المعلومات، السي تشاين يعني معناها سلسله، الار هو رياكشن يعني شنو هو المعنى الاصح بالعربي، انه هو الرياكشن قلنا تفاعل، تفاعل سلسله البلمره او التضاعف.
واضح طلاب؟ هاي المختصر مال بي سي ار. هاتوا سمعوه هواي البي سي ار لان تشخيص فيروس كورونا هسه عن طريق، صح لو لا؟ سمعوه بي سي ار. يجيكم واحد مثلا من قرايبكم جيرانكم قال لك انت مو تدرس تقنيه طبيه، البي سي ار شنو معناه؟ يعني فك لي هذا الشفره مالته شنو يعني؟ هذا بي سي ار مختصر فك لي اياه، تعرف انت تقني؟ فانتوا قولوا انه هذا بوليمريز تشين رياكشن، يعني فيش لو واحد ما يعرفه. واضح طلاب؟ اخيرا يعني اخر طريقه بالتشخيص هو يسموها مناعيه، يعني ديتكشن اوف انتيبوديز، تحديد الانتيبوديز يعني الاجسام المضاده، برديوسد باي بيشنت يعني اللي تنتج بواسطه البيشنت يعني المريض، ان ريسبونس تو في استجابه تو المن للانفكتد بكتيريا يعني للبكتيريا. شو يسموها هاي؟ يسموها سيرولوجي، هاي هو الكشف عن الاجسام المضاده، راح هذا الكشف عن الاجسام المضاده. يعني طلاب اذا قلت لكم ديفايند عرف السيرولوجي، انتوا راح تقولوا له هو يكشف او يحدد الانتيبوديز اللي ينتج بواسطه المريض، الريسبونس في استجابه المن للبكتيريا المسببه، لان هذا البكتيريا من تدخل جسمنا راح تحفز الجهاز المناعي، يعني الجسم يدخل شيء غريب راح هذا يدق صافرات الانذار. الجهاز المناعي تعرفوه انه بي حواجز وبي هذا يعني استاذ جلد يعتبر من الجهاز المناعي، حاط الصيد. اذا مثلا صار بي جرح الجلد راح تدخل بي البكتيريا، يعني هو اول حاط الصيد هو يعني تحطمت اللي هو جلد، اذا صار اكو جرح لو هاي يجي جوا هم من تدخل البكتيريا، مو خلصت اول حاجز دخلت، من تدخل راح تطلع الماكروفيج، يعني هاي ماكروفيج هاي بس تبلع، شلون الاميبي؟ سامعين بالاميبي؟ انه هاي بس تبلع، شو تشوف شي غريب تبلعه، شو تشوف شي يعني ما متعرف عليه او الجسم يعتبره غريب قبل تبلعه، ماكو شنو هو؟ اذا اكو شي يعني الجسم الغريب طب قوي كلش راح تتحفز الجهاز المناعي اللي هو هذا الانتيبوديز اجسام مضاده، فهو عن طريقها راح يسوون الاختبار او يشخصون البكتيريا عن طريق الاجسام المضاده. هسه طلاب عرفتوا؟ اذا قلت لكم عددوا لي التشخيص البكتيريا تعددوا لي اياها، اذا قلت لكم لا عرفوا لي السيرولوجي تعرفوا لي اياها. واضح؟ جاهية الكريات الدم البيضاء ما مناعه، كريات الدم البيض هم مناعي طلاب، كريات الدم البيض هم مناعي تعتبر. ساحد اشغلكم المناعة، انا هيك جاي افهمكم على مود هذا، عرفتوا هسه نمط الاسئلة؟ سؤال شلون يجي مثلا يقول لك عدد لي الايدنتيفيكيشن اوف البكتيريا، عدد لي اياها، او اقول لك عرف لي سيرولوجي. واضح؟ طلاب هاي الامصال يسموها او المصول ترجمتها. بعد طلاب شنو الموضوع اللي بعده؟ قلنا الاصابات اللي يسببهن البكتيريا، طبعا سم، انا كاتب لكم سم يعني بعض الاصابات مو كل الاصابات ناخذها. من الاصابات اللي يسببها البكتيريا هو اول اصابة يعني من الاصابات هي الكيتينيوس انفكشن، شوفوا هاي الحباية اصابات جلدية، هاي الحباية اللي طالعة راس اصفر هاي يسموها اصابات جلدية. الديب انفكشن اصابات عميقة، طبعا هاي الاصابات العميقة طلاب هاي صارت بيها شخصية، يعني انا وقع علي خلاط مال مغسلة وقع علي سنتر برجلي قبل هيجي وقع علي بصورة عمودية، وين صار؟ على رجلي قبل عفتها رجلي، ما عقمتها،
ما عطمتها ورمت صارت مثل هاي بالصورة، صار عندي انفكشن او انفلاميشن التهاب. فيعني هاي يسموها اصابات عميقة تدخل البكتيريا وسبب انفكشن. الموضوع الاصابة الثالثة سبب البكتيريا هي ويسموها سور ثروت، التهاب الحلق او التهاب الفم، نفس الشيء. واضح؟ الرابعا هي الفود بوزنينج، يعني تسمم غذاء، حاشيش، حوراء، وسام، حوراء، رحاب، زينين. بعد التسمم الغذاء، طبعا تسمم الغذاء من الاعراض مالته هو دياريا، تعرفون انتو انه لا واحد صار عنده تسمم اعراض الدياريا اللي هي اسهال ومصاحبة بعض بارتفاع درجات الحرارة، فيبر. واضح طلاب؟ الإصابة الخامسة اللي تسببها البكتيريا هي النيمونيا، طبعا خطرة هاي كلش، نيمونيا خطرة، التهاب السلم. شوفوا البكتيريا هنا، تابعوا بالرسم، شوفوا البكتيريا يعني تعشعش بالريتين، وخطرة هاي يعني خطرة. ليش؟ لأن هي معدية جدا، معدية، تصير معدية كلش قوي، العدوى مالتها تنتقل بسرعة عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء. المينينجايتس الكل يعرف المينينجايتس، التهاب السحايا، التهاب السحايا. حسنيا شنو سبب العدوى؟ يعني ما جاي يفتهم مكان، يعني أنا أقول لك هو يعدي، يقوم يعدي، إذا هو تنفسي فأي شيء، إيه فأي شيء ينفرز من الفم من الأنف هو يعدي، يعني إذا عطس الشخص هو راح يعدي، ينقل البكتيريا للشخص الثاني. إذا قاح حكي وهكذا، ليش هو يصير خطر؟ لأن هو بالتنفس بالإفرازات التنفسية ينتقل، مو مثل مثلا جرح لو هاي تقدر تغطي الجريح او الجلدية تقدر يعني تعقمه، مو مثل هيجي. الاصابات التنفسية شوية خطرة لان تنتقل بسرعة. واضح طلاب؟ المنينجايتس عرفتوه مثل كورونا. اصعب شيء هو هسا الامراض التنفسية او الاصابات التنفسية، يعني عالميا هي اخطر شيء. ليش؟ قلنا لان هي اول شيء يعني تنفرز عن طريق الفتحات مال الفم والافرازات التنفسية، يعني مو شيء وتغطي السدة نهائيا، ماكو شيء، يعني الا كمامة، والكمامة اذا فيروسات يقدر يدخل الفيروس عن طريق الكمامة، يعني هذا الشيء منتهي من عنده. بس اذا جلديه تقدر تغطي الجليد، تعقمه بالكحول، تروح البكتيريا تموت. واضح؟ هسه الموضوع اللي بعده اللي هو المود اوف ترانسميشن، شلون تنتقل هاي البكتيريا او شلون تنتشر او شلون تصير عدوى، يعني واضح. الكمامه يعني ما تمنع الفيروس من الانتشار. ايه الاصابات التنفسية تكون اكثر شيء معدي، اكثر شيء هي المعدية الاصابات التنفسية، يعني اخطر اصابات على وجه العالم هي الاصابات التنفسية. يعني انا كنت قبل لا يجي فيروس كورونا، والله كنت اقرا على الوبائيات، اقول اذا جانا يعني وباء على الامراض التنفسية او الاصابات التنفسية راح ينتهي العالم كله، لان الاصابات التنفسية تنتشر اسرع من سرعة الضوء. يعني اذا طلعت مثلا اصابة باخر العالم، يعني بداية العالم، توصل الاصابة لاخر العالم، ما ادري، يعني هاي اسرع، سريعة كلش تاكل. واضح طلاب؟ هسا شلون تنتقل هاي؟ اول شيء قلنا تنتقل عن طريق البيرسون ويد ليجين، يعني الشخص يتصل بالتقرحات بصورة مباشرة. مثلا شنو؟
مثلا ساعتكم هاي الحباية طلعت بوجهك، تعرفون الأهل تتذكرون، يعني إذا تتذكرون كلامهم مقولة الأهل، إذا يقول لك إذا طلعت لك حباية بجسمك أو أي جزء من جسمك لا تطقها. يا ليش؟ يقولوا لك لأن إذا طقيتها تنتشر الحب، ينتشر بوجهك مثلا. مو هذا حكي أهلنا يعرفون بكتيريا، ما يعرفون بكتيريا، بس هو ليش هاي حكي صحيح مالتهم؟ لأن هو هذا صح إصابة بكتيرية، بس تطقها تنتشر حول الجسم وتكمشها بيدك، على قولة منتظر تكمشها بيدك راح تنقلها لغيرك. واضح؟ النمط الثاني بالانتقال مال البكتيريا هو الايربورن دروبليت. يعني شنو؟ يعني تنتقل البكتيريا عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء. هاي قلت لكم عليها التنفسية، كلش خطرة. هاي الرذاذ المحمول بالهواء، يعني عطسة، قحة، كل أي شيء ينتقل. هسه أنا قحيت، يجوز أنقلها لكم. جاتني القحة. على العموم شباب راح أستمر. قلنا هاي أصعب شيء الإيربورن دروبليت، لأن هي إصابات تنفسية. هي زد المايك. عايش تيدك منتظر. نكمل. النمط الثالث اللي هو يسموه الاسيمبتوماتيك كارير. يعني شنو معناها؟ يعني حامل او ناقل بدون اعراض. يعني انا هسه تلوحني البكتيريا تصيبني ومكيف، ما عندي لا اعراض ولا هاي، وطبيت رحت البيت جدي مثلا، وجدي كبير، يعني كبير بالعمر، وبيبيتي كبيره بالعمر، أنا حامل للبكتيريا، بس أوصل يومهم راح أنقلها له، فهاي البكتيريا تكيف على شغلة. واضح شباب؟ يعني هاي همات وأحد أساليب البكتيريا تنقل، أنه إيه مواد أوصلها لكم يا منتظر، إذا أوصلها لكم أنه أنا هسه مثلا مناعتي قوية، أكو ناس مناعتهم مو قوية، يعني أنا هسه صابت بكتيريا، صابت بها. بس ما جاي تطلع لي اعراض، وروحت مثلا مكان ولقيت بي ناس يعني البكتيريا مالها هذا المناعة مالتهم كلش ضعيف. هسه مو هسه البكتيريا، فيروس كورونا اكو ناس هواي انصابت بس ما تدري بروحها انصابت، بس صارت هي صارت كوسط ناقل للفيروس، يعني هي ما تدري مصابة، جهاز المناعة قوي ذول الشباب، وهاي تلقاه أصابته خفيفة لو هو أصلا مصاب بس ما يدري، ها ونقل الفيروس لكل مكان، وين ما راح نقل. وهذا الفيروس بمدة حضانة 12 أسبوع، ف هذا تتكون الأعداد وتصير أعداد أكثر. واضح طلاب؟ هسه أنا جاي أعطيكم كل كلمة وأشرح عليها على مو تفتهمون أكثر، أنا أخو أقدر بس أترجمهن وأمر عليها مرور الكرام. الرابعة الكروس إنفكشن. كروس إنفكشن معناها إصابة ثانوية أو إصابة عرضية. شلون يعني إصابة ثانوية أو عرضية؟ هاي أكثر شيء بالشياب، هذول اللي عندهم أمراض مزمنة، هذول اللي عندهم كانسر، سرطانات، الله يبعدنا. هذا اللي عنده سرطان مثلا وياخذ علاجات كيميائية، البكتيريا تكيف عليه. يعني شلون؟ يعني اي شيء تلوح على البكتيريا، تلقفه قبل، يعني هاي البكتيريا قبل تشيت عليه، ما تواجه صعوبة. ليش؟ يعني ما تواجه صعوبة بالجهاز المناعي مالته، يعني جهاز المناعي ما يدافع على نفسه ويقتلها، لا، هاي قبل تدخل باب مفتوح، قبل تدخل وتسوي إصابة. هاي يسموه الكروس إنفكشن، إنه إصابة ثانوية وتكيف عليه البكتيريا. واضح طلاب؟ البريفنشن، با
بس خلنا نكمل حسنين هذا خلنا نكمل المحاضرة وأي شيء تحتاجوه سؤال غير المحاضرة قلوا لي أنا أفتح لكم المايك وسولف لأن أنا ما أقدر أسا أربط فيروسات وبكتيريا وأنا جاي أعطيكم كل شيء جاي أعطيكم يعني كل كلمة جاي أشرحها لكم عربي وأعطيكم مثال عليها رغم هو ما موجود لا مثال ولا واضح شباب السالي بريفينشن يعني شلون أمنع هاي الانتشار البكتيريا أو بين قوسين هي الوقاية البريفينشن يعني معناها الوقاية وهواية تسامعين بها الوقاية فيروس كورونا هواية سامعين أنه غسل اليدين هاي أول وحدة الووش أو هذا يور هاند غسل اليدين الثانية الكيب وند كفرد يعني تغطي الجرح إذا انجرحت مو مصيرون مثلي لا غطيته لا عقمته ورمت رجلي الثالثة الكفر يور ماد يعني تغطون هذان بالإصابات التنفسية تغطون الفم والأنف ليش لأن خطر الإصابات التنفسية وأنا جبت لكم صورة البابا شوفوا هذا البابا جبت لكم صورة البابا فيروس كورونا انه هذا الفيروس اصابه تنفسيه وشوفوا خطورتها حاطين يعني كمامات وتباعد عود واضح جبت لكم اجى البابا اجى هذا جبت لكم اياه حطيت لكم اياه بمحاضرتكم بعد تردون هذا البابا وهذا ما ادري وياه من هو ما اعرفه جبت لكم اياه وحطيته بعد تردون حتى بالمحاضرة مالتكم خليت بابا حطيتكم يا بالمحاضرة بعد شنو بلكي الله على قولات هذول يقولون هاي زيارة البابا ان شاء الله خير للعراق هاي بالله ان شاء الله خير لكم بالنسبة للأربعة انه كوكينج اند ستورينج فود بروبرلي يعني طبخ الطبخ والخزن الجيد للغذاء او بصوره صحيحه لازم تخزنون الغذاء وتطبخوه بصوره صحيحه على مود ما تنقل واضح طلاب الاخيره والاهم الأخيرة والأهم هي avoid sharing personal car items يعني تجنب مشاركة أشياء الآخرين تجنب مشاركة أشياء الآخرين طبعا طلاب وياي جاي سمعوني هاي الأخيرة هاي avoid sharing كلش مهم شلون مهمة لان احنا العراقيين هسا اكثر شي نستخدمه يعني مثلا هسا اني عندي اخوي اذا عجبني القميص مالته اجي اخذه او اذا عجبني بنطرونه اجي اخذه او اي شي مثلا فرشة اسنان واضح طلاب وخصوصا البنات هسا مثلا يروحن مثلا العريس او المكان ترفيهي وشافن شي حلو مثلا ملابس يعني قبل انطيني هاي خلنا البساني انطيني هاي خلنا البساني او المكياجات انا جاي انطيك مثال منتظر ما لي دخل بالهذا انت ليش تاخذ كل الامور بجدية انا جاي انطيك مثال على مود تفتيهم سامو جاي انطيكم امثلة حتى تفتهمون الصيغة ما جاي اقول لكم بس المعنى مالتها بالعربي وهاي شعرات مش اللي دخل المهم يلا خلينا نكمل منتظر التهواي يتلح يعني انا جاي اقول لكم احنا عائلة واحدة اذا شفت هيجي شي يعني على العموم يلا خلينا نكمل يلا هسه خلينا نكمل منتظر ما عندي شي يعني المهم خلينا نكمل المهم
انه هاي الشيء اللي فويد يعني جنب اشياء الاخرين احنا ما نطبقها بالاعراب، يعني من سابع المستحيلات احنا نطبقها، وخصوصا البنات، واكثر هم يعني الولد هم عندنا شيء، بس البنات مثلا مكياج يشاركون، ملابس، ثيابه، سحوله، بدلات خوها كارثه، خو احنا القوط مال اعراس وذني قوط هم كارثه، كل ساعه ناخذ واحد. فاكو سالفه يعني خلنا لطف الجو، يلا على طال المنتظر هو يقول هذا لطف الجو، انا راح لطف لكم الجو، اكو سالفه يعني هي خاصه بهاي. لا واضح صوتي، خلنا اسولف لكم على ما تفتهمون اكثر. هو يقول هذا لطف الجو، وانا هسه راح لطف لكم الجو. السالفه شنو؟ اكو طلاب بس يسمعوني، هاي السالفه يعني سالفه هي لتلطيف الجو على مود ما يصير فد ضغط عليكم. السالفه شنو؟ انه اكو واحد متزوج، استوى يعني متزوج زواج جديد، وبنفس الوقت هو بخيل، يعني هو عنده فلوس على قد يعني على قد فلوسه، بس شنو بخيل، ما ينطي شيء لزوجته، واضح تلا. فهاي البنية يعني قامت تسولف صديقاتها وليها لا تعرف يعني البنات انه يسولفن انه هذا رجلي هيجي لا يحكي لي رومانسية، لا يحكي لي حب، لا يجيب لي هدايا، لا يعني كل شيء ماكو، انا مستفادة من عنده بس بالليل شوخور، كل شيء ماكو جفاف. ايه في يوم من الايام طقت بوجه المرة بعد ما تتحمل طقت، قالت له يا رجال انت ما بيك حار، انت كل شيء ماكو، شخصية ما عندك، لا هدية لا حب لا غرام لا كل شيء ما حس، يعني كأنه ما تمو رجال، لا هذا تجي من شغلك قبل تنام واسمع بس الشيخ. ايه المهم خلنا نكمل لكم السالفة على مود تربطون. فالرجال هذا خطية شاب ضاج، قال انا غير اجمع فلوس على مود شوية نطيق، جاي يشتغل واجي بالليل قبل انام وقعد الصبح. قالت لي ماكو غزل ماكو حب ماكو هاي. المهم طقت ببوجه المرة، هي هو ضاج طلع خارج البيت، راح تمشي لقى قبالة قهوة مال شياب، هاي القهوة مال الشياب دخل بيها، هو ضايج يعني ما يدري بروحه بعد، هو ضاقت بيه الدنيا، دخل القهوة لقى شايب قاعد، اجى سلم عليه قال له حج يصير اقعد يمه؟ قال له تفضل ابني قعد. المهم الحجي فتح الموضوع قال له شبيك ابني؟ هو ما بيك شي؟ قال له والله حجي هاي مرتي قالت لي هيك وهيك وهيك وهيك، انا ما بي حار، انا هيك، انا لا اعرف حب لا اعرف غزل، انا هذا ما اجيب لها هدايا ولا اجيب لها ملابس ولا ولا ولا. قال له ابني هاي سهله، البنيه مهما زعلانه هي ترضى بالملابس والهدايا. قال له اي حجي انا ما عندي فلوس، جاي اجمع للمستقبل مالتنا مستقبل جهاننا. قال له لا تجيب لها ملابس مارك، جيب لها ملابس من البالة. وياي طلاب؟ قال له شلون حجي اجيب ملابس من البالة؟ قال شبيه غشيم، روح للبالة جيب ملابس وخليهن بهدايا، وقل لها يا مرة جبت لك ملابس ماركة على مود ارضيك، هي راح تكيف وتطير من الفرح. وش قال للحاج بعد؟ قال له عود سوي له بعد تغزل بيها، احفظ لك شم شعير غزل وطبه وقل لها. قال له خوش فكرة حاجي عاشت ايدك. قال روح قوم عن وجهي وروح للبالة جيبه تعال وروح فرح زوجتك. قال له هاي حاجي. فهو هذا ما صدق، هو ما عنده فلوس وبخيل، يعني هو عنده فلوس بس بخيل ما يدي يصرف، راح للبالة
سامعين انتو ساعدون، ها سامعين ساعدون، ساعدون ساعدي من يقول صمون 10 بلف هناك، من طب للبالة لقاها 10 بلف كلها 10 بلف، فلم الغراض هواي اشترى ملابس هواي كلش ملابس من البالة وسواهن على شكل هدايا وعلاليق، وراح لها يركض قال يا مرة يا فرحي جبت لي شان هدايا وهذا، واليوم نسهر اليوم نسهر للصبيح. كيفت المرة قالت لا ها، قال لها بعد شتو زعلانة، قالت لها لا ما دام سويت هيك انا طايرة من الفرحة. فهم كيفوا وسهرة وقعدوا وعلى حسب الاصول، ولبست الملابس هذا اللي جابن هو مكيفة. ثاني يوم الرجال من قعد لقى مرته بها مرض معدي، هذا المرض المعدي قعد على الحديد يعني خلاه يصرف ويسحق ما يلحق، مرض معدي بعد قلب خلقة المرض، لأن هذا المرض المعدي خلاها تحك حيك وحاب بوجهها ووجهها صاير ملون وجسمها يعني كله ها، فانقلبت قلب واختيرت بفلوسه، طلع بخيل هو كان بخيل، بس من جاء المرض لزوجته بعد صار قاعد على الحديد. واضح؟ فربات سالفتنا انه هو بخيل صح، يعني هو لو شوية مبحبحة ومطية جايب لها هدايا أحسن ما جايب لها من هاي البالة اللي لابسيهن أو مال موتة أو كربسها بهاي البكتيريا أو الفيروس اللي هو لاحة وتمرضيت. افتهمتوا السالفة يا طلاب؟ سالفة افتهمتوها؟ ايه. فهاي السالفة يعني هي تلطيف الجو على مو تعرفون انه الملابس اللي هي ملبوسة او هاي بيها يجوز بكتيريا خطرة، يجوز بيها فيروس خطر ما تدرون انتو، يجوز حتى لو اخوك لابسها بيها بكتيريا خطرة بس باخوك ما تتأثر، يجوز من تصير بيك تتأثر. السلام عليكم. عليكم السلام. هنكمل المحاضرة ونسولف. يلا كمل المحاضرة ماكو اشكال. يلا هي ما بقت شي، بس هاي التريتمنت العلاج. العلاج العلاج ماكو البنسلين والاموكسيلين هذا يستخدم لعلاج الجرام بوزيتيف. البوليمكزين بي هذا يستخدم تو تريت هاي يعني لعلاج الجرام نيجاتيف. الريفامبين هذا يستخدم لعلاج الاسيد فاس بكتيريا. يعني انا استشهد من عندكم هذا سموه اسم المضاد انتبايوتيك، بنسلين او اموكسيلين تقروا لي منه تو تريت لعلاج الجرام بوزيتيف بكتيريا. البوليمكزين بي تقولون تو تريت لعلاج يعني الجرام نيجاتيف. وهيك هكذا شلون يجي السؤال مثلا اقول لكم فراغ او اختيارات هو يستخدم لعلاج الجرام بوزيتيف او هو يستخدم لعلاج الجرام نيجاتيف، من هو؟ واضح؟ او اقول البنسلين هو يستخدم تو، واعطيكم اختيارات جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ليست فاست. واضح؟ عندكم شيء بعد بها؟ عندكم شيء بعد طلاب؟ هسا عادي اذا تفتحون مايكات وتحجون عادي. عندكم شيء؟ هم تواجهون صعوبة بالهاي المحاضرة محاضرة البكتيريا. اي محاضرة البكتيريا اكو شي ما فاهمي بيها؟ عرفتوا الربط مالتها يعني ربطها ويا ربط المحاضرات اللي اخذناها؟ يعني هي موضوعها كلش حلو بس انا ما اعطيتكم شي بعمق لان راح تاخذوهن
بالمحاضرات الجاية، محاضرات الجاية راح يعني أقصد إذا الله خلانا طيبين في الكورس الثاني أو هذا يعني بالمرحلة الثانية أو الثالثة. هسا طلاب انتو 16 طالب حاضر، الكل هسا خلي من جديد يكتب لي هذا نعم على مود اسجلكم، لان من يقول اكو طالب يعني يمنع. هي محمد، علي، منتظر، فاطمة، سنين، هاب، طيبة، نبأ، رويدة، ياسم، إيلاف، صبيح، بعد وسام، يعني وين النعم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هاي هي عاشتيتكم. عندكم شي بعد من محاضرة؟ زين هساش تطلع عندكم المحاضرة، تطلع لو ما تطلع هسه هسه الملزمة تطلع او البي دي اف تطلع طالعة يعني خوش، مو انا عبالي ما تطلع. طلاب اذا عندكم شي بعد ما فاهمين شي، ان شاء الله المحاضرة هاي المحاضرة السابعة، بعد وراكم المحاضرة مال الطليعيات، مملكة الطليعيات، ونكمل ممالك. عندكم شي بعد طلاب شي ما فاهمين؟ اكو شي ما فاهمين طلاب؟ قولوا انا يعني هذا عادي، اذا تردون اعيد شنو الشيء ما فاهمي عادي قولوا لي وانا اعيده، اعيده وحتى لو اكرر مرتين ثلاثه، انا في سبيل اريد اخذ عندكم معلومه. يعني انا شيء هسه المحاضره من ناخذها لازم انت عندك فد اقل شيء 20 أو 30% تفاهمه. لا منتظر عادي، بس يعني هو تلطيف الجو حلو. انا هسه جاي يعني بين كل شرح اعطيكم يعني سالفة او هاي على مود ما تضوجوا من المحاضرة، هاي شغلة. الشغلة الثانية طلاب، انا جاي اسلسل بالمعلومات، يعني اذا عندكم شي بالمحاضرة الله كريم حسنين، وان مو بيدي يعني اخذكم بالنظري، هو كل من استاذه ان شاء الله هذا سهل كل شيء وماكو شيء صعب. بس انتو ساهم شيء افتهمتوا شيء، يعني اذا اقول لك البكتيريا الى يا مملكه تعود. يلا خلنا نختبركم شوي. البكتيريا يا مملكة، اي عاشتيتكم. مثلا اقول لكم شنو انواع البكتيريا، شنو انواع البكتيريا؟ انواع البكتيريا علاوي وحسنين، انواع البكتيريا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، هذيك اشكالها مسطحه وعصويه وكرويه، هاي اشكالها. لا تشتبهون طلاب، انا ليش كل ساعه عيد واطلع عليكم على مود تضبطون. اي موجبه وسالبه واسيد فاست. هاشتيلس، فاطمه، ايلاف، رحاب، انا هذا اللي اريد اوصله لكم، انه انتم لا تقرون شيء درخ، انا اريدكم تفتهمون. بعد شنو انطوني فرق بين البكتيريا والفطريات،
من ناحية الرايبوسوم ومن ناحية نوع الخلية مالتها، تعرفون؟ يعني انطيني فرق بين البكتيريا والفطريات من ناحية نوع الخلية ومن ناحية الرايبوسوم. عايش ايدك حسنيا. اي عاش تيتكم. لا انا قلت لكم من ناحية التباعوا، شوفوا هذا، شوفوا يعني نمط السؤال، شوفوا نمط السؤال على مود جابون على قده، مو جابون من يمكم. وهذا هذا هاي يحكوا عادي مايكروفون وقولوا لي بسرعة. يعني هو مناقشة، يسموها مناقشة شفوية، جاوبونا حتى لو بالصوت. أنا أشوف المعلومات ما اللي أنا أوصلها لكم، لو ما أوصلها هيك قصدي. أنتم بكيفكم، أنا ليش هيك؟ أنا بدي أناقشكم على مود المعلومات اللي انطيكم اياها، هذا اشوف ايش قد واصله منها لكم. اي عاش جيتكم باعوه هسه، يعني جاوبوا على قد السؤال، لا تجاوبون يعني هو هسه. اذا قلت لكم مثلا قارنوني بين البكتيريا والخلية الحيوانية من ناحية الجدار ومن ناحية هم الرايبوسوم، شو تسوون انتو؟ يعني بين البكتيريا وبين الخلية النباتية الحيوانية مثلا من ناحية الجدار ومن ناحية الرايبوسوم، او من ناحية تجيبكم من ناحية الجدار ومن ناحية نوع الخلية ومن ناحية الرايبوسوم. واضح طلاب؟ هسه تخاف يعني ترتاحون، خلنا اقول لكم بها. عاش تيدي شايات، عاش تيدي. خليها حيوانية ما بيها جدار، هذيك بيها. اي عاش تيدكم، يعني الجروب البي 3 كل شاطر. عاش تيدكم، هاي من ناحية الجدار، من ناحية مثلا نوع الخلية البكتيريا يا خلية، نوع الخلية مالتها بروكاريوتك لو ايوكاريوتك. عاش تيدي شرويدي، عاش تيدكم والله، عاش تيدكم. بس هاي حوراها ما طلعت. ايوه من ناحية الرايبوسومات، البكتيريا الرايبوسوم مالتها صغير 70 اس، الخلية الحيوانية 80 اس. واضح؟ عاشتيتكم، افتهمتوا طلاب شبابنا؟ افتهمتوا؟ جاي تربطون خو سهلة، خو سهلة عليكم صارت. أنا جاي أعيد وأثقل بيها في سبيل المعلومات تبقى ببالكم، لأن البيولوجي هو أساس، بيولوجي يعني كلش حلو، جاي تفهموني كلش حلو، هو أساسكم البيولوجي. فأريد أخو تشوفون أنا كل ساعة أعيد المحاضرات والمراجعة، أراجع لكم المحاضرات اللي أخذناهن. هاي تدللون. اي الامتحان حضوري رحاب، هو انا اسئلتي مثل هاي هسه قلت لكم بيه كل السهل، وانتو هسه شطار يعني زين، ما تفوتكم شغله بعد. عندكم شيء بعد طلاب؟ لان عندكم محاضره بعد ربع ساعه، وانا هم يعني بدي استراح. عندكم شيء بعد؟ تواجهون صعوبه بعد؟ استفسار؟ صعوبة بس اكو استفسار؟ بعد امتحان ها؟
اكو امتحان ثاني يعني احنا امتحنا ان امتحان شاء كل الله ان واحد شاء يعني اكو الله بعد كويت ثاني. ان شاء الله ان شاء الله ايوه حبيبي. لان ده زين بكيت نعدلها يعني.